السودان شنو عشان بصفتكم رئيس المنظمة المغربية حقوقية الإنسان، كيفاش كتشوفوا هذه اللحظة ديال تخليد اليوم الدولي للديمقراطية وواقع حقوق الإنسان في المغرب بشكل مرتب؟ الوقفة اللي كنخاطبوا فيها اليوم كل المنظمات الحقوقية الوازنة في المغرب هي تشرفنا وكتعطينا دفعة أن هو أن جسم واحد أننا وصلنا صيغ واحد في المغرب. يعني كنا متفائلين بالتطور حقوق الإنسان، كنا كنأملوا أن توسع الحريات والممارسات والعلاقات مع الدولة بصفة عامة من أجهزة أمنية بصفة خاصة، لكن مع الأسف في الأسابيع الأخرى كان هناك نوع من التردد، بل هناك نوع من الرجوع إلى الوراء، هناك مواقف منع أنشطة الجمعية ومنع أنشطة الأمنية وجمعيات أخرى، وكذلك عدم السماح لجمعيات حقوقية لتقدم طلب بإنشائها وعدم التوصيل المؤقت لا أقول نهائي. كل هذه الأمور يعني جعلتنا نتخوف لأن المغرب يعني يرجع إلى سنوات قديمة اللي كنا نريد أن ننساها، وخصوصا بعدما قامت الإنصاف المصالحة لتقييم سنوات القصاص وأعطت توصيات لها قابلة الدولة قبل رأي الدولة، وكنا نأمل أن تدخل يعني بالسوق في 2011 في حيث التنفيذ. الآن هناك ضبابية، بل هناك غيوم في هذه الميدان حقوق الإنسان. نحن في منظمة حقوق الإنسان نتخوف أن تكون حقيقية. لنا الأمل أن العقل مصلحة المغرب يجب أن تكون هي الأولى عوض عن السلوكات التي هي يعني مرفوضة كليا لا على مستوى الدولة ولا على مستوى الوطن. شكرا.